نشكر الشعب في دولة إسرائيل بكافة شرائحه، أطباء، حكومة، جيش الدفاع، لوقوفهم إلى جانب الشعب السوري المنكوب وتقديم الدعم له بكافة أشكاله، طبية، إغاثية، وبنى تحتية. ونحن اليوم موجودون في دولة إسرائيل لعلاج الأطفال وتقديم الدعم النفسي والروائي لهم. جزاهم الله عنا كل خير، شاكرين حسن ضيافتهم واستقبالهم لنا حتى أصبح لدينا إحساس بأننا شعب واحد تفصل بينهم الحدود الجغرافية فقط. نرجو من الله عز وجل أن تنتهي كافة الحروب ويحل السلام، ونعيش مع أشقائنا بخير وسلام.